قال مصدر قضائي فرنسي إن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي أوقف للتحقيق معه الثلاثاء حول استغلال النفوذ. ووصل ساركوزي إلى مركز التحقيق في نانتير غرب العاصمة باريس بيوم واحد من استدعاء واعتقال محاميه تيري هيرتسوغ للتحقيق. الحديث يدور حول استغلال ساركوزي للنفوذ وخرق سرية التحقيق على أساس التنصت إلى مكالمات هاتفية. وتعد هذه خطوة غير مسبوقة في استدعاء رئيس سابق في فرنسا، وهو ما سيؤثر على محاولات ساركوزي العودة إلى قصر الإليزي في انتخابات 2017.